يمكن يكون التحدي الوحيد والأصعب والأبرز في الموسم الحالي كله هو شهر فبراير ده. صحيح إن الموسم لسه ممتد وإحنا دخلناش لسه في يعني منافسات الشامبيونز ليج الافريقي بقوه، وما دخلناش الادوار بقى ان شاء الله باذن الله نتاهل بعد دور المجموعات ونروح بقى الادوار الاقصائيه، وماتشات بتبقى طبعا مستوياتها اصعب. لكن خليني اقول لك انه في شهر فبراير بس الاهلي بيخوض 8 مباريات، 4 خاضهم بالفعل في ماتشات كاس العالم للانديه، وهي طبعا مواجهات صعبه جدا يعني من الناحيه البدنيه والنفسيه والفنيه على كل المستويات. انت بتقابل ابطال وبالتالي 4 مباريات صعبه جدا، منهم مباراتين كمان مع بطل السودان الهلال السوداني وسان داونز في الشامبيونز ليج، ومنهم مباراتين في الدوري المحلي. فبالتالي انك تخوض 8 ماتشات تقال جدا في فتره لا تتخطى 28 يوم من 1 فبراير ل 28 فبراير، يعني كل 3 ايام ونص ماتش على الليفل ده، اعتقد ده تحدي صعب جدا. هتكلم معاكم عن ده وهتكلم معاكم على ماتش الهلال ومشوار الاهلي في الشامبيونز ليج دور المجموعات اللي هيبدا مع نجمنا النهارده طبعا وضيفنا كابتن ابو المجد مصطفى نجم النادي الاهلي. طبعا مساء الخير يا كابتن ابو المجد. مساء الخير يا صاحبي، مساء مصر طبعا. ربنا يخليك، اخبارك ايه؟ حضرتك الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله تمام. انا بس اطمن عليك الاول واعرف ايه الاخبار. كانت يعني بدايه يعني الى حد ما مش احسن حاجه في الدوري مع الداخليه، لكن بعد كده الحقيقه الداخليه لفت الانظار كلها الحقيقه، والتجربه يعني لاقت اشاده من الجميع، يعني مش من حد معين، الناس كلها اشادت بانه في تطور في المستوى، الفرقه ابتدى يظهر ليها شكل، يبقى ليها ستايل في الملعب، يبقى ليها نتائج كويسه جدا. ثم فجاه كات، ما فيش راحه للجهاز الفني عن الداخليه. شايف التجربه دي ازاي؟ وايه كانت اسباب الابتعاد عن الداخليه انت وكابتن رضا شحاته؟ يعني طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا شايف ان احنا الحمد لله من الناحيه الفنيه احنا الحمد لله نجحنا بشكل كبير جدا في التجربه بتاعت نادي الداخليه. شايف ان احنا يعني احنا اشتغلنا في اوقات كتيره جدا حاجات مش بتاعتك، يعني انت دخلت الفرقه ودخلت اشتغلت في بدايه الموسم مع 10 لعيبه، اللعيبه اللي هي صعدت بالفرقه تمام، وكان في الفتره ديت لسه الدوري اللي فات ما خلص، فانت كان بالنسبه لك كان عندك صعوبه جدا ان انت تتعاقد مع لعيبه او ان انت تبدا تكلم لعيبه، ان اللعيبه وهي شغاله في الدوري مركزه انا هخلص هنا محدش فاضي، هكمل ولا همشي. أيوة. زائد ان انت برضو كان زائد انك انت بتتكلم وفي 10 غيرك بيتكلموا برضو بالظبط، وانت كمان يعني المتاح بالنسبه لك محدود جدا في الماديات، فانت فاكيد اللي بيتكلم معاك هو مش حطك رقم واحد، اكيد حطك بعد العروض اللي هتبدا يتفاوض معاها او يبدا يتكلم فيها. فعشان كده الدوري بقى فيه ارقام يا كابتن ابو المجد. طبعا طبعا طبعا، يعني الدوري بقى فيه ارقام دلوقتي على مش على مستوى الفرق الكبيره بس، لا 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 لا، انت عندك دلوقتي مثلا بنسبه مثلا 80% الناس بتشتغل كويس او بتدفع ارقام كويسه في الانديه. هجيلك الجزئيه دي تاني بس بعد ما تكمل، اتفضل. بس لكن احنا بدانا زي ما قلت لحضرتك 10 لعيبه اللي هم القدام، قعدنا فتره طويله جدا الفتره ديت ما كنتش عارف تجيب لعيبه. يمكن كابتن رضا كان من نوعيه المدربين اللي ما بتحبش تدخل اي حد، او ان انا مش لاقي حد فانا ابدا اسكن اللي انا مش مقتنع بيه. هو كان مصر ان هو يبدا يشتغل او يجيب لعيبه بمواصفات تقدر تطبق الفكر بتاعه وتقدر ان هي تنفذ طريقه شغله، فيمكن ده كان مصعب الامور شويه علينا في البدايه. عندنا بعد كده بدات الامور يعني نجيب لعيب في اتنين، لعيب في اتنين، لغايه لما بدانا نخش المعسكر الاساسي اصلا بتاع. جبتوا لعيبه اغلبها ايه من الدوري ده الممتاز يعني ولا يعني ولا يعني يعني ال كانت البدايات الافارقه وكان الحمد لله كان عندنا توفيق في الفتره بتاعتنا ان احنا كان معظم الافارقه اللي معانا كان لعيبه كويسه. يعني معانا ايريك، معانا كليتش دلوقتي عامل موسم كويس، معانا رشيد انضم لينا النيجيري، النيجيري ده لفت برضو الانظار بالظبط، كريستوفر الهاف. بتجيبوهم ازاي يا كابتن احمد؟
ابو المجد؟ يعني تاخدهم كيس باي كيس ولا تاخدهم ان جنرال؟ هل مثلا وكلاء لاعبين، هل انتوا لا هم اكيد بيجوا عن طريق وكلاء لاعبين، بينزلوا يتشافوا، بيعمل معايشه، عملوا معايشه معانا فتره. زي ما قلت لحضرتك احنا في الفتره الاولانيه كانت يعني العدد جوه الفرقه ما كانش كبير، فكان عندنا الوقت اللي انت تشوفهم كويس فيه. تمام. مش شرايط يعني وفيديوهات؟ لا 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 لا، احنا يعني احنا رافضين القصه ديت، ان الموضوع بيبقى مشكله في موضوع الفيديوهات او الرؤيه عن بعد. يعني انت لازم تشوف اللاعب الافريقي وتطمن على حاله. جبتوهم هنا وعملوا معايشه مع الفريق واقتنعتوا بيهم بالظبط وكملوا. فبدات الامور تمشي في الاطار دوت لغايه لما بدانا نخش المعسكر الاساسي بتاع الاستعداد للموسم. وده كان قبل بدايه اول ماتش في الدوري تقريبا ب 21 يوم. تمام. يعني احنا قعدنا تقريبا حوالي اسبوعين، واسبوع اللي هو التحضير للمباراه وبعد كده الدوري. دي بالنسبه لكم فتره كافيه ولا فتره مش كافيه؟ اكيد كانت فتره طبعا غير كافيه. كم لعيب جديد دخل في السكواد؟ احنا بدانا ندخل حوالي 12 على 10. 12 زائد بقى الناس الصغيره زائد المجموعه اللي كانت موجوده. فتره مش كبيره على فريق بيتجمع او بيتبني من اول وجديد يعني. فعشان كده الفتره اللي انت يعني كانت يعني لو معلش برضو نوضح للناس، يعني لو الفريق ده هو اللي طالع من تحت زي ما هو القائمه بتاعته، كانت فتره 21 يوم هتبقى فتره مناسبه جدا بيتهيألي. بس برضو حسب الامكانيات المتاحه بالنسبه لك في اللعيبه. هل انت اللعيبه اللي موجوده ديت كنت هتكمل بالشكل بتاعك، او ان انت هتبقى تقدر تتعامل معاهم في الشغل ولا لا؟ يعني لو اللعيبه ديت الموجوده او اللي صعدت بالفرقه اكيد عندها الامكانيات او انت المواصفات اللي يقدر يشتغل في الدوري الممتاز، اكيد كنت هسيبه، كان هيبقى بالنسبه لك سهل جدا في طريقه الشغل، هتقدر ان انت تحفظه بسرعه، هتقدر تشتغل معاه، مش هياخد وقت كبير. زائد لما انت حسيت ان الدوري اللي تحت ده دوري هواه، يعني في فجوه كبيره جدا من وجهه نظرك بين دوري الدرجه الاولى والممتاز الف والممتاز ب. هي الفجوه يعني وجهه نظري الفجوه الكبيره اللي هي الامكانيات الماديه. لكن انت لو توفر له الامكانيات الماديه والملاعب والامكانيات المتاحه لحد ما في الدوري الممتاز، لا متهيألي الموضوع هيختلف تحت. هتلاقي لعيبه كويسه كتير، وهتلاقي يعني الفرزه هيبقى اكتر من كده. اصل احنا بنلاحظ انه بقى لنا وتقريبا الموضوع ده بيتكرر في اخر اربع خمس مواسم ما كانش اكتر كمان. يعني انه الفرق اللي بتطلع من تحت بتشتري اللعيبه من الدوري الممتاز بتاعت الفرق اللي نزلت تحت، فاهم قصدي ايه؟ واللعيبه بتاعت تحت تروح للفرقه الثانيه عشان تطلعها ثاني دوري ممتاز، وبقى في كده كراسي موسيقيه ما هياش مفهومه يعني. مظبوط. يعني انا شايف ان السبب البنك الاهلي طلع خد من الدوري الممتاز. بالظبط. فيوتشر طلع خد من الدوري الممتاز. اسوان طلع دعم الدوري الممتاز. كله بيشتري فرقه جديده. سيراميكا طلع اشترى من الدوري الممتاز، وهكذا. يعني في فرق كتير، يعني انا بقول على سبيل المثال يعني. عشان القاعده في الانديه ديت مش قويه. ايه القاعده؟ قطاع ناشئين. ما عندوش قطاع ناشئين قوي ان انت تقدر ان انت وانت شغال بتبدا تطلع لعيبه او لعيبه تكتسب الخبرات بتاعه الماتشات والدوري الدرجه الاولى. فعشان كده انت بتقابل يعني لخبطه كتيره جدا في الحته ديت، ان انت انا كمدير فني بحاول ان انا ادور على افضل حد بالنسبه لي عشان يقدر ينجح المنظومه. لكن لو الموضوع ماشي ان خلي بالك برضو النقطه ديت مهمه جدا. اتفضل. ان ما حدش هيستحملك ازاي يا كابتن؟ مدير فني. هي مصر فيها كام مليون يا كابتن ابو المجد؟ انا هقول لحضرتك لو انت مدير فني دلوقتي حبيت تعمل تجربه ان انت تشتغل مع مجموعه صعدت بالفرقه، اللي اداك القرار او اللي ساندك في بدايه القرار مش هيساندك، والدنيا ماشيه والنتائج مش هتبقى كويسه. ان اكيد كل تجربه جديده عمرك ما هتاخد الناتج بتاعها في وقت قصير. يعني انا هقول لك حاجه مثلا، طبعا ما تزعلش مني يعني مع الفارق، ما حدش يزعل مني، مش بقصد ابدا اقلل من حاجه، بس يعني انا اشوف فريق مثلا زي ليستر سيتي في الدوري الانجليزي بيطلع من دوري الدرجه الثانيه من الليج 1 عندهم، ولا من تشامبيونشيب بيطلع للبريمير ليج، ياخد بطوله دوري، ياخد الدوري الانجليزي، ونجومه اللي كانوا طالعين بيه يبقوا النهارده اهم اسماء في اهم الفرق في الدوري الانجليزي. ده فكر، ده شغل،
ده فريق يعني انت كان على مستوى الدوري الانجليزي اقوى واصعب بطوله دوري في العالم. موضوع مختلف هجي لك تماما. ما انا عارف انه طب انا ما بقارنش، انا ما قصدتش اقارن عشان مش مقارنه، بس هي الفكره انه انت بتقول لي مثلا احنا عندنا 18 نادي في الدوري الدرجه في الممتاز صح؟ يعني بقوائمهم 540 لعيب، طلع منهم 5 في 18 ب 90 لعيب محترف اجنبي صح؟ تمام. يعني يفضل 450 لعيب مصري هم اللي موجودين في الدوري الممتاز بصرف النظر عن لون التيشيرت اللي هم لابسينه صح ولا غلط؟ مظبوط. يطلع نادي ينزل نادي هم اللي بنشوفهم برضه، مفيش جديد، مفيش مواهب طالعه، دوري الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه ما بيطلعوش حاجه، قطاعات الناشئين ما بتطلعش حاجه، ده سؤال وعلامه استفهام يعني. يعني ما انا بقول لحضرتك هو السؤال ليه نقط كتير، منها ان زي ما بقول لحضرتك انا ممكن اخد الريسك او انا في لعيبه معينه. انا مش بلومك على فكره، لا مش انا هتكلم يعني انا هتكلم كتجربه، انا بدات اخش في المجال فانا مدرب. لو انا جيت بدات اخد الريسك او ان انا اشتغل مع مجموعه انا شايف من وجهه نظري ان انت لو اشتغلت معاهم هتقدر تطور من ادائهم، لكن ده بيحتاج وقت ومحتاج امكانيات ومحتاج ان انت تصبر على المجموعه ديت عشان تبدا تخرج العناصر اللي حضرتك بتقولها وتبدا ان انت تشوف مواهب جديده او تشوف لعيبه جديده طالعه. تمام. لكن اللي بيتضار او اللي متاح بالنسبه لك دلوقتي ان ما حدش هيصبر عليك ان انت تاخد التجربه دي. حدش كاداره يعني. كاداره كانديه بالظبط. ما فيهوش ضغط جماهيري من اي نوع صح؟ لكن هو بالنسبه له برضه محتاج ان هو يقعد في الدوري. فهيبدا ان هو يجيب ناس معينه او يبدا يشتغل على ناس معينه عشان الناس دي تضمن له البقاء في الدوري. والبقاء في الدوري يعني انتوا لما جيتوا مثلا تم الاتفاق معاكم مثلا على تولي المسؤوليه، كان الهدف المعلن انه الفريق هدفه البقاء في الدوري؟ ده هدف بيبقى الادارات بتطرحه يعني عموما يعني يا كابتن مراد، مش بتكلم بس على تجربه الداخليه، هل ده ممكن يبقى فكر جوه ادارات الانديه المصريه انه هدفنا البقاء في الدوري، ان احنا ما ننزلش او ما نرجعش تاني؟ ده هدف فرق كتيره جدا في الدوري، ان هو رقم واحد ان هو يفضل موجود في الدوري الممتاز. ليه؟ يعني ما دام مش هينافس او ما فيش طموح ان هو ينافس، ايه المكاسب اللي ممكن يحققها؟ هو بالنسبه له عند يعني هو مش قادر، في انديه معينه في الدوري الممتاز من 18 فرقه مش قادره تجاري الارقام اللي بتدفع، مش قادره تجاري الامكانيات المتاحه في الوقت دوت. ايه المكسب يعني في هدف ان انا يبقى بس ابقى موجود في الدوري الممتاز؟ ده هيرجع على النادي بفايده، ايه الفرق ان انا ابقى بلعب في الدوري الممتاز وكل سنه بصارع مثلا على الهبوط او موجود حتى زي ما بيسموها كده في المنطقه دافيه، عن ان انا ببقى بلعب في الدرجه الثانيه، ايه الفرق؟ هو الفرق ان هو موجود دوري الشهره، موجود ان هو لو نزل للدوري الدرجه الثانيه ممكن ما يبقاش ضامن ان هو يصعد تاني عشان قله الامكانيات المتاحه بالنسبه له، قله الفلوس. هو بالنسبه له ان انا التواجد بتاعي على الاقل انا عندي مثلا فلوس رعايه بتخش لي، عندي ممكن لعيب عندي يبدا يتباع. خلي بالك اللي تمام. حصل اللي حصل معانا في الداخليه، مع احترامي، انت عندك حوالي الناس القديمه، معظم الناس القديمه كانت بادئه معانا بشكل، ودلوقتي الموضوع معاهم بقى شكل تاني. انت عندك مع احترامي سمير فكري قاعد في الداخليه كان بيشتغل معاهم بقاله فتره، عمره ما حد يعني ظهر بالشكل ده غير في الوقت بتاعنا. ايوه. فانت دي حاجات تحسب لك. انت عندك مؤمن عاطف، عندك سمير فكري، عندك محمود طلعت، عندك الافارقه، معظم الافارقه اللي موجوده كلهم جاي لهم عروض محترمه في الدوري الممتاز. طيب ليه التجربه ما اكتملتش؟ هسمع ردك بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن ابو المجد مصطفى. عزيزي الاهلاوي، وانت مشغول بالمنافسه على القمه، طبعا جمهور النادي الاهلي يعني طبعا بيركز طبعا في ماتشات فرقته، وهدفه الاهلي دايما يبقى في صداره المشهد، وممكن بالكتير يتابع ماتشات الفرق اللي بتحاول تقرب منه، زمالك فيوتشر او فيوتشر، نقولهم بالترتيب، هم فيوتشر ولا بيراميدز دلوقتي؟ بتهيألي بيراميدز صح؟ بيراميدز فيوتشر، وبعد كده المقاولين والزمالك. لكن اللي ما تعرفوش بقى انه تحت فيه معارك طاحنه، وانه الوضع عندنا شويه في الدوري المصري ممكن يبقى مقلوب، يعني بدل ما المنافسه تبقى في قمه الجدول، هي المنافسه الحقيقيه الحقيقه في بطوله الدوري المصري في قاع الجدول، المنافسه تحت طاحنه، وخصوصا مع تشابه
ظروف كتير من الانديه. كنت بسال كابتن ابو المجد قبل الفاصل ليه التجربه ما استمرتش رغم انه كنا ابتدينا نشوف بشاير، يعني كانت الداخليه بعد بدايه يمكن مش احسن حاجه، لكن ابتدى الداخليه الحقيقه يقدم مردود جيد والناس كلها ابتدت تشيد بالتجربه وبالجهاز الفني بقياده كابتن رضا شحاته، وحسينا ان الداخليه ابتدى يبقى على الطريق الصحيح. ثم فجاه ابتعد كابتن رضا وكابتن ابو المجد عن المشي. تحب تقول ليه او ايه هي الاسباب اللي خلتكم ما تكملوش التجربه بدون يعني الدخول في التفاصيل؟ يعني في سبب انا شايفه ان هو كان سبب، هو ده اللي الاداره يعني صممت عليه، ان احنا في وقت اللعيبه زي ما قلت لحضرتك بدات يجي لها عروض وبدات يبقى في انديه محتاجاهم، فاحنا في يعني العروض بدات تيجي في انتقالات يناير اللي فات. فانت بالنسبه لك انت من الفرق اللي انت ما عندكش الرفاهيه ان انت تبدا تفرط في لعيب او ان انت تبدا تدور على لعيب تاني، ان انت اولا النادي مش هيوفرك ان انت تجيب لعيب، ان اللعيب اللي هيجي في الفتره ديت هيجي برقم. هو النادي بيشارك في الدوري الممتاز عشان يسوق لعيبته اساسا، يعمل واضح كده يعني غالبا يعني غالبا، فبالتالي لما يجي له عروض اكيد هيبقى عايز بالظبط يخلص يعني. فانت كمان بتدي كمان يعني بعيد بقى عن العروض والفلوس، انت بتدي كمان رساله للفرقه ان احنا القوام بتاعنا مش كبير. فانت بتدي رساله لبقيه اللعيبه ان النادي مش في دماغه ان هو يقعد في الدوري الممتاز او ان هو ينزل، ما عندوش مشكله. ايوه، هو النادي اهم حاجه بالنسبه له ممكن الامور الماديه، ممكن ان انا ابيع لعيب او استفاد من اللعيبه تبدا تمشي واستفاد ماديا. فيمكن ده كانت النقطه الاساسيه او الخلاف الاساسي الفتره الاخيره مع كابتن رضا ومع الناس. بس الامكانيات الماديه دي يمكن معظم الانديه يعني او الغالبيه من الانديه المصريه بتعاني منها كابتن ابو المجد، بما فيهم انديه كبيره يعني نادي الاسماعيلي مثلا بيعاني مش الموسم ده بس، ده بكل المواسم، والسبب بشكل اساسي برضو يعني مشاكل ماديه. هل ده السبب الوحيد؟ وهل ده اللي مخلي ان الصراع في المنافسه تشابه ظروف الانديه دي مع بعضها مخلي الصراع في المنافسه يعني على الهروب من اخر الجدول اشد من الصراع على قمه البطوله وعلى اللقب؟ بص، هي في مشكله ان في عدد من الانديه هو مش قادر يجاب يمشي في الارقام اللي مع الفرق الثانيه. انت بتتكلم النهارده بنك الاهلي ما شاء الله، يعني السنه دي عنده مجموعه لعيبه من احسن لعيبه في مصر وبارقام محترمه وميزانيه محطوطه تخليه يعني ينافس. انا بالنسبه لي ما بشتريش الكلام ده. ودلوقتي بص يا كابتن مجد، لو في مصر هنقول 10 نوادي 10 انديه تملك امكانيات ماديه جباره، في النهايه دول هياخدوا 300 لعيب، يعني هياخدوا من ساحه من المشهد الكروي اللي حصل في مصر 300 لعيب، منهم 50 لعيب محترف جايين من بره، مش من السوق عندك هنا اساسا. انا بكلمك في نقطه. أيوة أيوة. ايه انا في مصر إن هي مش المشكله مش الفلوس بس. أيوة. يعني هي المشكله مش الفلوس بس، طبعا الفلوس مهمه جدا، تمام، الامكانيات مهمه جدا، متفق. لكن انا بتكلم ان دلوقتي انت البنك الاهلي بامكانياته ديت اخر فرقه في الدوري حتى الان. بقيه الفرق، ايه سبب الصراع اللي تحت؟ ان في انديه مش قادره تلتزم بالتزاماتها الماديه مع اللعيبه. فانت عندك مشكله في ان النادي ده مش مستقر، عندك مشكله في ان النادي حتى مش مستقر فنيا، انت كل شويه دي ظاهره ثانيه عايز اتكلم معاك فيها، بتغير مدرب. احنا النهارده عدد الاجهزه الفنيه ده في انديه اعتقد النهارده بنتكلم على رابع جهاز فني من بدايه الموسم. هم ثلاثه المستمرين تقريبا، يعني ثلاثه او اربع فرق اللي مستر مارسيل مستمر. كولر بالظبط، حتى الزمالك فيريرا مشي، فيريرا رجع، كابتن شاوري صح، تاكيس جونياس مشي من بيراميدز رجع، باتشيكو او جي باتشيكو، كابتن ايهاب جلال اعتقد مر على ثلاث فرق او اربع فرق تقريبا في الدوري، مش متذكر يعني، فرقتين بس. فرقه زي فاركو ابتدت بالميدا، بعد كده كابتن ايهاب جلال، بعد كده كابتن طارق عشري، فرقه زي سيراميكا غيرت جهاز فني، يعني في فرق كتير. ايه القصه؟ يعني مش فاهم بصراحه، ظاهره يمكن بينفرد بيها الدوري المصري. هي المشكله، انا وجهه نظري ان انت يعني يا اما انت تبقى واثق من اختيارك من البدايه، وانت كنادي ولا كجهاز فني؟ كنادي
كنادي. وانت مقتنع بالفكره بتاعتك ان انت جايب مثلا استاذ احمد او كابتن احمد للفرقه ديت، اسلوبه وطريقه فكره من النادي أو فانا الفكره دي لو في البدايه حصل حبه اخفاقات شويه، لكن انا مصر على الفكره بتاعتي، فانت هتكمل. خلي بالك الاستقرار على المدى ممكن يحقق نتائج كويسه. ايوه احنا مشكلتنا ان انت لا يعني لما بدات الفرقه تقف على حيلها وبدات الفرقه يبقى ليها شكل، والحمد لله ده ما خدش وقت كبير واحنا شغالين في الدوري. احنا من بعد تقريبا الماتش الثالث بدات الامور تبان بقى، بدات الانسجام ما بين اللعيبه القديمه والجديده تبدا الامور تتحسن، بدا الفكره او طريقه لعبك الناس بدات تحفظها، فالامور بدات بقى يبقى في استقرار فني، بقت الامور ما فيهاش لخبطه، خلاص انت بدات اللعيبه تحفظ طريقتك وتحفظ شخصيتك، فبدات الامور تعمل ايه؟ تمشي بشكل كويس. طبيعي طبيعي ان انت هيجي وقت من الاوقات ممكن ما تكسبش. ايوه يعني طبيعي ان انت وقت من الاوقات ما تكسبش. احنا جه وقت من الاوقات انت وظفت لعيب مثلا باك رايت لعبته مساك، وظفت لعيب مش عارف كان بيلعب هاف حطيته ديفندر، فانت طول الوقت انت عندك مشاكل بتحصل جوه الفرقه برضه، عشان زي ما بقول لحضرتك انت عندك الـ الحدود بتاعتك او عدد اللعيبه مش متاح بالنسبه لك، مش ما عندكش مثلا البديل اللي هو الثاني والثالث في المركز. تاني عشان عايز اخش معاك في الاهلي والهلال، بس لو توفرت الامكانيات الماديه من واقع تجربتك، لو توفرت الامكانيات الماديه للانديه دي، هل تتوقع ان نشوفها بتنافس على لقب الدوري ولا برضو شبه مستحيل؟ يعني بص، يعني انا وجهه نظري بتبقى حسب فكر الناس اللي بتدير. يعني فكر الناس اللي بتدير لو توفر لها يعني الامكانيات، طبعا الإدارة. الامكانيات ان انت يبقى عندك فلوس وعندك امكانيات ماديه متاحه، مش كتير اللي هيفكر في ان انا عايز انافس على الدوري. طب ما بيراميدز اهو امكانيات ماليه جباره والنتيجه صفر. انا بدي بس على سبيل بس المثال هقول لك على يعني. حاجه، بس بيحاول بيحاول يعني بيحاول يبقى في المنافسه. السنه اللي فاتت كان يعني الوقت كبير كان قريب، لكن انت بتتكلم مثلا مع احترام الانديه كتير معاها امكانيات، بس لا مفيش مردود. مفيش مردود. ده اروح معاك للاهلي والهلال، ماتش منتظر بعد طبعا فتره طويله، يمكن بنرجع مره تانية للتشامبيونز ليج، ما لعبناش غير الدور التمهيدي بس اتحاد منستيري، بس الحقيقه يمكن كانت بدايه طبعا رائعه لمستر كولر. اجمالا بس شايف السيزون ده كوره الاهلي مع كولر ازاي؟ يعني ايه اكتر حاجه عجبك في الراجل؟ اكتر حاجه حسيت انه ساب بصمه فيها على فريق النادي الاهلي او اتطور فيها كوره النادي الاهلي مع مارسيل كولر؟ بص، يمكن انا شايف ان هو كان في بداياته ما كانش الامور بالنسبه له سهله مع اللعيبه اللي كانت متاحه او اللعيبه اللي اشتغل معاها، كانت في مشكله في الفتره الاولانيه، هتلاقيه معظم الوقت مثبت تشكيل، ما كانش لسه حافظ امكانيات اللعيبه اللي موجوده. يمكن انا شايف مع الوقت، ويمكن كان بدايتها فعلا تصفيات افريقيا، فكانت الامور بالنسبه له بدا يحط كل لعيب او يوظف كل لعيب في المكان اللي هيقدر يتميز فيه، فيمكن ده انا شايف ان هو بدا يشتغل حتى مع الفرقه بشكل تدريجي، فبدا المستوى يعلى بعد فتره. فانا شايف حتى لغايه لما وصلنا لكاس العالم، لا يعني في امور كتيره جدا فنيه، انا بالنسبه لي وانا بتفرج على النادي الاهلي حسيت ان هو فكره بدا يختلف. مش ده اللي بدا مع النادي الاهلي الدوري، ومش ده اللي بدا الماتشات اللي قبل كاس العالم كمان. يعني انا شايف ان هو في كاس العالم يعني كان عنده مرونه كبيره جدا مع اللعيبه، ومرونه تكتيكيه جوه الملعب، ففكره التدوير اللعيبه، وفكره ان انا النهارده بلعب بثلاثه والثلاثه الماتش اللي بعديه بيختلفوا، وعندي ان انا اقدر ادخل عناصر. وانا رايي هو نجح في الفتره ديت ان هو قدر يجهز لعيبه كتيره جدا تقدر تلعب في اي وقت، وخاصه ان هو يعني فكره في الفتره اللي فاتت كان ايه، ما كانش بيفكر في كاس العالم بس. يعني هو كان بيفكر
طبعا بطولة مهمة ان انت تحقق فيها ميدالية، لكن هو قدر ان هو يجهز كل اللعيبة عشان الموسم، بقية الموسم كله. عشان الفترة اللي بعديها، ان طيب انت عندك الفترة اللي بعديها صعبة طبعا، صعبة جدا، وقت ايوه قليل جدا. ايوه عايز اعرف يعني قياسا على اخر مواجهات الاهلي، هناخد البطولة دي نقيس بيها مستوى الاهلي او الكيرف اللي وصل له النادي الاهلي مع مستر مارسيل كولر، شايفه ازاي بالنسبة واحنا رايحين لمنافسات دوري الابطال، وشايفه ازاي كمان بالنسبة للبطولات المحلية دوري وكاس يعني؟ بص، انا شايف ان النادي الاهلي وصل للكيرف اللي هو العالي، المرحله اللي هي لعب فيها الاربع مباريات بتوع كاس العالم للانديه. انا شايف ان اداء الفرقه اتطور بشكل كبير جدا. شخصيه النادي الاهلي بدات ترجع في ان انا مش مستعجل، وان انا عندي نسبه هدوء جوه الملعب، وعندي ناس بتبدا تطبق فكرة التدوير الكورة، وإن أنا مساحات قريبة، وإن أنا حتى بعد ما بفقد الكورة بستخلصها في أقل وقت ممكن. فأنا شايف إن الحاجات دي كلها مكاسب للفرقة، وإن اللعيبة بدأت تركز إن أنا عايز أحافظ على مكاني، وإن أنا عايز أستمر في إن أنا أبقى أكون مشارك بصفة أساسية مع الفرقة، وبدأ يبقى في تنافس ما بين اللعيبة وبين بعض داخل الفرقه. انا شايف كل ديت نجاحات لمستر كولر الفتره اللي فاتت، ويمكن دي يعني انعكست على الاداء جوه الملعب. الشكل بقى افضل، فكره ان انت بتفرض شخصيتك على اي حد دي كانت موجوده. طبعا مع اختلاف المدارس واختلاف الامكانيات الفرق اللي انت بتلعبها، انت قدرت تجاري الناس ديت، وقدرت ان انت تطبق فكرك، وان انت قدرت ان انت الفكره اللي انت كنت بتحاول تطبقها كل ماتش، لا يعني اتنفذت بنسبه كبيره. مع اختلاف طبعا يعني انا شايف ان في ناس بدات لا انا احنا كان راينا ان هو يلعب بالتشكيل اللي هو الفول تيم، اللي هو لا انا محتاج ان انا اخد البطوله. انا شايف حتى يعني حتى في المباراه الاخيره، فكره لما ينزل خالد عبد الفتاح ولا مروان عطيه ولا ورا ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم انا شايف ان ده مش ما عملتش ارتباك جوه لا الفرقه. بالعكس الحقيقه، وانا شايف الفريق ان ظهر بالظبط، بشكل اكتر من رائع. وانا بحيي اللعيبه دي كمان ان هي في ظل الظروف ديت وفي ظل طبعا الضغط العصبي اللي كان موجود فيه والمنافسه، ان ماتش هي تأدي الهلال بالشكل ده. صعوبته في ايه يا كابتن ابو المجد؟ ماتش الايه؟ ماتش الهلال السوداني صعوبته في ايه من وجهه نظرك؟ سيناريو الماتش صعوبته في ايه من وجهه نظرك؟ وهل تشوف انه الاهلي قادر يرجع بثلاث نقاط ولا نقطه واحده في الجوهره الزرقاء تكفي زي ما بيقولوا؟ بص، انا شايف ان صعوبه المباراه ان هي كبدايه مشوار النادي الاهلي خارج خارج القاهره، ملعب، خارج الملعب. تتوقع ان السيناريو يبقى مشابه لماتش الاتحاد المنستيري اللي الراجل راح فيه لاعب ضاغط وهاجم الاتحاد المنستيري في ملعبه وسط جمهوره، ولا بص، سيناريو الهلال انا مختلف؟ هقول لك على حاجه. انت الفتره اللي جايه هتلاقي الناس عامله حساب للنادي الاهلي بشكل كبير جدا بعد كاس العالم للانديه، فانا شايف ان ده هو اللي هيصعب الماتشات. فكره ان اللعيبه او الشكل اللي كان عليه النادي الاهلي لما هتروح تلعب اي فرقه في المجموعه هتبقى عامله لك هيبقى اهم ماتش ليها في هيبقى السيزون كله، بالظبط، هيبقى اهم فهتبقى ماتش ليها مركزه بشكل كبير صحيح. جدا. مهم جدا ان انت باذن الله يعني تحقق اول فوز ليك، وخاصه يبقى بره طبعا القاهره، طبعا، هيبقى يعني ويريح حسابات نقطه المجموعه انطلاق ليك جدا، كويسه. يريح حسابات المجموعه جدا. بالظبط. نورت الدنيا كابتن كابتن ابو المجد، بشكرك شكرا جزيلا على حبيبي يا وجودك زحمة، معانا، ربنا وكل يخليك. التوفيق ليك طبعا في شكرا يا زحمة. مشوارك اللي جاي ان شاء الله. بشكركم على المتابعه، وهيكون لينا كلام على ماتش الاهلي والهلال على مدار الاسبوع، حلقات السادسه ان شاء الله باذن الله، حلقه هتكون مخصصه لفريق الهلال، نحاول نقدمه لحضراتكم بشكل في تفصيل اكتر، الهلال نيو لوك في مسابقه الشامبيونز ليج في نسختها الحاليه. بشكركم على المتابعه، بكره نتقابل حلقه جديده السادسه، تحياتي لكم.